السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع او نوبات الهلع. البعض يشعر فجأة بدون أي سبب، قد يكون شخص عم يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بإنه تسرع بنبضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد إنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء. عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى. طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شيء من الناحيه القلبيه غالبا انه المريض بهالحاله يكون مصاب باضطراب الهلع او او قد احيانا هي اذا كانت نوبه واحده نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. عاده نوبات الهلع ليست خطيره. المريض يعتقد انه راح يموت او راح يصير له شيء وحقيقه ما في شيء من هذا القبيل هي هي لها اسباب نفسيه وتعالج نفسيا يعني المريض عاده المرض للاسف الشديد في بعض المرضى انه قد يصل الى الى انه يجري قثره قلبيه، انا شفت حالات من الشباب وصل الى درجه انه يعمل قثره قلبيه بسبب نواه الهلع. يعني حتى المريض يتجنب هاي السلسله الطويله من الفعوصات والارباك الشديد اللي بتسبب النوبه على حياته يجب عليه التوجه فورا الى الطبيب النفسي لانه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له اعاقه هو دائما خايف انه النوبه تصير له بالطريق او باي مكان فعاده هو بيصير مقادر يروح على اي مكان الا يكون عنده مرافق من من الاصدقاء والاهل ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقه اللي راح تسبب لها نوبات الهلع انا ارجع اطمن الاهل او هي عاده تصيب الشباب حقيقه يعني واحيانا حتى لدى الاطفال او الكبار بالسن بس عمليا مجرد انه حدا شي مره حس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له اطباء القلبيه انه ما في شيء قلبي عنده عضوي العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبه للمرضى احيانا بدون دواء مجرد تدريبات سلوكيه كافيه للتخلص من نوبه الهلع لأن عدم علاج نوبه الهلع سوف يسبب عطاله بحياه المريض وغالبا ما يقوده الى الاكتئاب احنا انا غالبا ما يحضر عنا المريض على العياده يكون بعد شهور من المعاناه ودخل احيانا باكتئاب وادى الى مثلا تاثيرات سلبيه على حياته على عمله احيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبه بسبب الخوف أنه تحدث له بمكان ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي لانه دائما يعتقد انه هاي النوبه ممكن تصير فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى باي لحظه دون ان يعرف انه هذه الحاله هي نوبات الهلع او البنك اتاك هي حاله احد اضطرابات القلق القابله للعلاج وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال اسابيع قليله من خلال مراجعته للطبيب.